İyi akşamlar. Bugün Irak Eskişehir takımından Abdurrezzak ve Mustafa ile beraberiz. Çok gergin bir karşılaşma geçirdiniz. Zor da olsa 3 puan almayı başardınız. Maç hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? فريق القابل ما عنده يعني ولا نقطة بالدوري ضد الصالات لكن انتوا تقريبا تجاوزتوها بصعوبة ليش يعني هو الفريق التنظيم عنده قوي رغم ما عنده ولا نقطة لكن عنده قوة بالأداء لكن لما قسم هو من حارس المرمى وتغلبنا الفرق جول واخطاء عندنا بالدفاع وبالنص عندنا وهاب وعيسى كلم تكلم بارك بسم الله الرحمن الرحيم كان المباراة كانت الشوط الأول من جانب واحد هو من جانب توك زور والله حقيقة فريق الخصم كان فريق جيد جدا مهاري كلش عالي ايتكم هيك بكل اي دي ينقصهم حارس المرمى فعلا يعني شيء يكسك فار ركب لو كان عندهم حارس مرمى جيد لكان قلبت نتيجة عكس بماتشي اول جيك اما الفريق مالتي من حصل اهداف خمسة شيء قام يتمادون باللعب وهاب ضيع فرص عديدة مو مستوى الحقيقي لا الفريق ما لعب ما لعب بديش الغير اللي احنا نعرفها زين كلش لكن خلي هذا الميدان يتمون على حالة وحدة انه الفريق الخصم مو نفس الفريق اللي لعب المباراة اللي قبلها اما بقول بشيء هير ماتش كي مسافر بقول دورت كشي فار بقالبة يعني فاتمنى ينتبهون على هاي الحاله تكررت ويا عده فرق هم غاضين النظر وهذا خطا يعني يغضون النظر يعني بخصوص طرد عيسى انا ما شايف لاعب يطرد خمس دقائق ويطلع انذار وانذار تكته يا مش تكته هم مش دكه والماز كرمز كارت بدايه وين مجاك يعني تكارتك بدايه وين اسف على مستوى اسف على مستوى فريقي بهذا التوكي دي الاما يانش فار هير اويلا ميلر يعني فما بقى على شيء لازم اتخذ قرار بخصوص فريقي اودر ميدان اللي ستشوف تشكر ادرس فراكب تشوف ادرس الى الدساله تبيك تاريخ شمس تشكر